مرحبا بكم مع لقاء جديد وعلوم الدار من قناة الإمارات، ونبدأها بالعناوين الرئيسية لهذا المساء. رئيس الدولة ونائبه محمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشيدان بإنجازات الإمارات خلال ضيافتها الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي. نبارك لكم قدوم شهر رمضان المبارك، بلغنا الله وإياكم صيامه وقيامه. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك الدول العربية والإسلامية ورؤسائها وأمرائها، وعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم مزيدا من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة. كما بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك الدول العربية والإسلامية ورؤسائها وأمرائها. كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تهنئة مماثلة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك الدول العربية والإسلامية ورؤسائها وأمرائها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. بارك صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك. وقال سموه على حسابه الرسمي في تويتر: نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك، أهله الله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وجعله الله شهر خير وبركة على العالم وجميع المسلمين. هنأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل، وقال سموه على حسابه في تويتر: أهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل، وندعو الله عز وجل أن يعم فيه الخير والبركة على وطننا العزيز ويديم علينا وعلى العالم الأمن والاستقرار. بمناسبة شهر رمضان المبارك هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: نهنئ رئيس الدولة ونائبه وولي عهده وإخوانهم حكام الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك. رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كما هنأ سموه بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
الريان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الإمارات والعالم بالخير والمحبة واليمن والبركات. هذا وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان أنه ثبت لديها رؤية هلال رمضان لهذا العام، وعليه فأنه غدا السبت الموافق 2 أبريل من عام 2022 هو غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1443 هجرية. كل عام ودولة الإمارات قيادة وشعبا والعالم العربي والإسلامي بألف خير. كل عام وأنتم بخير مشاهدينا. خلال كلمة مسجلة وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي، أكد سموه أنه خلال رحلة إكسبو 2020 أظهرت الإمارات للعالم صورة مختلفة للإبداع لامست عقول وقلوب جميع فئات المجتمع، وأثبت أبناء الإمارات قدرتهم على مواجهة الصعاب والتحديات. اليوم ليس نهاية إكسبو 2020، وإنما بداية جديدة ستبقى الإمارات ودبي إن شاء الله في تألقها وقوتها وفي قدرتها على تواصل العقول وصنع المستقبل بهذه الحكومة الاستثنائية وقيادة أخي محمد بن زايد. بعد نجاح باهر أشاد به العالم، دبي تسدل الستار عن الحدث الدولي إكسبو 2020 دبي، وفي حفل ختامي مشهود سلمت دبي راية إكسبو إلى مدينة أوساكا اليابانية التي تستضيف الحدث في العام 2025. نجوم عالميون أحيوا الحفل الختامي الذي شهد لوحات فنية مستوحاة من تراث الإمارات الشعبي وثقافتها الأصيلة، إضافة إلى عرض إبداعي شارك فيه نحو 440 عارض من 56 دولة. وعلى مدار 6 أشهر قدمت 191 دولة إبداعاتها في مجالات عدة، وبلغ حجم زيارات إكسبو 2020 دبي قرابة 25 مليون زيارة من مختلف دول العالم، حيث نجحت الإمارات في حشد كبار المسؤولين وصناع القرار في العالم عبر عشرات المؤتمرات واللقاءات الدولية التي نظمها الحدث لمناقشة ومواجهة أبرز التحديات التي يشهدها العالم في شتى المجالات. وكان مفهوم الاستدامة أحد الركائز الأساسية في معرض إكسبو 2020 دبي الذي عايش فيه الزوار جملة من التجارب الملهمة، ومن بين هذه التجارب ما تستعرضه أجنحة عدة دول في إكسبو من خبرات في التعامل مع تحديات المناخ المعاصرة. التنظيم الناجح لمعرض إكسبو دبي عزز مكانة الإمارات كرمز لنجاح قوتها الناعمة وقدرتها في التأثير وحضورها الفاعل في مختلف الدول والمجتمعات والثقافات، وذلك مع أول انعقاد لهذا الحدث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ليتفرد الحدث العالمي في الإمارات بإقامة أجنحة مستقلة لأكثر من 190 دولة، وهو زخم لم يشهده المعرض من قبل. وقال صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على حسابه الرسمي في تويتر: 182 يوما، 192 دولة، ملايين الزوار، وداعا إكسبو. جمعنا العالم في أكبر حدث وفي أصعب وقت يمر على البشرية ضمن أجمل دورة من دورات إكسبو في تاريخه. وعدنا وأوفينا، نقول ما نفعل ونفعل ما نقول، وقادما أعظم بإذن الله.
وبمناسبة ختام معرض إكسبو 2020 دبي، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبينا أبو القائد الأعلى للقوات المسلحة على حسابه الرسمي في تويتر: الحمد لله، أنجزنا ما عاهدنا عليه العالم، نظمنا دورة استثنائية بقيادة وفكر قائد يجيد التعامل مع التحديات. شكرا أخي محمد بن راشد، وشكرا لكل فرق العمل في إكسبو 2020 وعميق الأمنيات بالتوفيق لليابان الصديقة في تنظيم معرض إكسبو 2025. أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أن إكسبو دبي 2020 جمع شعوب العالم وثقافاتهم على أرض الإمارات. وقال سموه على حسابه الرسمي في تويتر: إكسبو دبي 2020 سيبقى الحدث الأبرز والأهم في ذاكرة الجميع، جمع شعوب العالم وثقافاتهم على أرض الإمارات وساهم في رسم ملامح حاضرنا ومستقبلنا. أبارك لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ولدولة الإمارات النجاحات التي تحققت، وكل الشكر لجميع فرق العمل التي ساهمت في نجاح المعرض. بارك سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين النجاح الكبير لحدث إكسبو دبي 2020، حيث قال سموه على حسابه الرسمي في تويتر: نبارك للإمارات ولصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد النجاح الكبير لحدث إكسبو دبي 2020 الذي جسد في حضور مبهر ثقافة ومنهج الإمارات، وأظهر رغبة الدولة وقدرتها على تقديم إضافات إيجابية لمستقبل العالم. أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها تجسد نموذجا تنمويا فريدا، وباتت منارة عالمية للإنجازات في مختلف المجالات، وهو ما يظهر جليا فيما أنجزته في موقع إكسبو 2020 دبي الذي أبهر العالم من خلال دورة تاريخية من الحدث الدولي جسدت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل عبر تعزيز التعاون العالمي لخير الإنسانية جمعاء، ليمثل إكسبو 2020 دبي رسالة سلام وتفاؤل وإبداع إنساني من الإمارات إلى العالم أجمع، عنوانها العمل المشترك لمستقبل عالمي أكثر ازدهارا واستدامة. كما بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الختام الناجح لإكسبو 2020 دبي، حيث قال سموه على حسابه الرسمي في تويتر: مع ختام إكسبو 2020 دبي أجمل التبريكات للإمارات والشيخ محمد بن راشد ولنا جميعا بالنجاح الاستثنائي الذي حققه هذا الحدث العالمي، حيث اجتمعت في مكان واحد شعوب الأرض وثقافتها ثقافاتها في أجواء من الأمن والأمان والصداقة والتسامح، وحيث توحدت العقول وتحاورت لصنع مستقبل أفضل للبشرية. اسمها دولة المستقبل. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مهرجان الشيخ زايد يختتم اليوم أنشطته في الوثبة في أبو ظبي. إن يوم الثاني من ديسمبر من كل عام يمثل رمزاً لكل القيم الوطنية الأصيلة التي نستلهم منها العبر والدروس ونتعلم منها
كيف يكون الانتماء إلى الوطن أسمى الغايات، وكيف تكون التضحية من أجله والعمل على رفعته أنبل المقاصد. دار في كل دار متواصلة، وكان أبرز عناوينها لهذا المساء. رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. ولتفاصيل أكثر يمكنكم مشاهدينا متابعة علوم الدار في كل دار عبر منصات علوم الدار للتواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. يختتم مهرجان الشيخ زايد اليوم أنشطته في الوثبة في أبو ظبي التي انطلقت في 18 من نوفمبر 2021 واستمرت حتى 1 أبريل الجاري، حيث احتفى المهرجان بالقيم النبيلة الأصيلة للمجتمع الإماراتي ونقلها بفخر لأجيال المستقبل وجميع دول العالم. كما سلط المهرجان الضوء على دور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان الانهيان طيب الله ثراه في بناء الإنسان والمجتمع ورؤيته الثاقبة في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما قدم المهرجان لزواره تجربة مميزة في أحياء شعبية من دول وحضارات عالمية تبرز جوانب مختلفة من الثقافات في العالم. وللحديث أكثر مشاهدينا عن ختام مهرجان الشيخ زايد اليوم أنشطته في الوثبة في أبو ظبي، يسعدنا أن تنضم إلينا من هناك زميلة مهرة الجنيبي. إليك الكلمة مهرة، تفضلي. مساء الخير دعاء. من حيث أتواجد أنا هنا في مهرجان الشيخ زايد الذي يشهد في يومه الختامي حضور من قبل الزوار، فعالياته التي تضمنت أكثر من 22,500 مشارك وأكثر من 24 حيا شعبيا وعالميا. جميع الدول التي شاركت في مهرجان الشيخ زايد حظت بفرصة لعرض حضارتها وثقافتها، وهذا ما تطلع عليه الزوار خلال فترته. أيضا قدم المهرجان أكثر من 130 ورشة عمل للأطفال تهدف لتنمية مهاراتهم وتشجعهم على الإبداع، وأيضا قدم للأطفال منطقة متكاملة متخصصة بالألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال. وأيضا قدم المهرجان خلال فترته جوائز قيمة لزواره. هذا كل ما لدي، والعودة إليك في الاستوديو. مهرة الجليبي شكرا لك عزيزتي على تغطيتك الختامية لمهرجان الوثبة، شكرا لك. في إطار تمكين مستوى جودة حياة المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحسينها من فئة الأرامل والمطلقات وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مبادرة إطلاق مشروع الزراعة المجتمعية الذي من شأنه أن يعزز لبيئة اجتماعية مترابطة ويوفر دخلا للأسر المشاركة فضلا عن الوصول بأفرادها إلى الاكتفاء الذاتي. عبد الله نحن وين؟ هذه صحيح، نحن اليوم متواجدين في مزرعة عبد الله، هاي المزرعة المائية اللي وفرتها وزارة تنمية المجتمع واللي تهدف من خلالها استغلال المساحات المتواجدة في البيوت لعدد من المستفيدين ألا وهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين، بحيث أنه يكون له فوائد صحية وبدنية ومجتمعية عليهم. وأيضا الهدف الثاني الحفاظ على الأمن الغذائي واستدامة الموارد.
الزراعة تعد من أقدم الأنشطة وأهمها والتي مارسها الإنسان منذ القدم ولم يزل يمارسها إلى اليوم لما تحمله من أهمية عظمى له لتأمين غذائه. وفي وقتنا الراهن تعد الزراعة استثمارا للمهارات الشخصية وتبني الأفكار الإنتاجية التي تحقق مردودا نفسيا واجتماعيا للفرد والأسرة. شهر 9 ابتدينا نزرع المحاصيل وعقب شهر حصلنا الإنتاج وابتدينا يعني نستخدمه في البيت ناكله ونعطي أهلنا وجيراننا. نحن الصراحة كنا يوم زرعنا يوم حطونا البيت حسبنا أنه وايد صعوبة في الزراعة يعني وأن نحتاج مزارعين نحتاج حد يعني يخبرنا كيف الزراعة. فشفت الصراحة شيء سهل يعني ما توقعت أنه بيكون شيء سهل. وان عبد الله ولدي وايد استفاد من الزراعه وان روحه يجي الصبح ومستفيد يعني انه يطالع الزراعه ويطالع الانتاج. مبادره مشروع الزراعه المجتمعيه هي مبادره طويله الامد وحددت على اساسها وزاره تنميه المجتمع 4 مراحل لتنفيذها. طبعا هاي المرحله التجريبيه اللي نحن قمنا زودناهم بالبذور اللي موجوده والشتلات اللي موجوده ل 13 نوع من انواع الورقيه والفواكه. المرحله الثانيه ان شاء الله بتكون نوفر بيوت ان شاء الله اكبر من هذا البيت، بيكون في مراكز سعاده المتعاملين. هذا المركز بيكون بمثابه مكان لتعليم وتدريب. من بعدها بننتقل ان شاء الله للمرحله الثالثه اللي هي مرحله التسويق. طبعا بنسوق للمستفيدين ان شاء الله وبيكون عندنا مثل تقريبا اسبوعيا مثل سوق السبت، ولكن بيكون هذا بمثابه سوق لهم يقدرون يبون منتجاتهم ويشاركون فيها ويبيعونها. اسلوب الزراعه المائيه في بيئه مهيئه ومناسبه للنمو المزروعات اسلوب يضمن انتاجا مستداما طوال العام، وهو بدوره سيسهم في تحقيق رؤيه الوزاره في انتقال المستفيدين من الضمان الاجتماعي من الرعايه الى التمكين. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل في المحطة الاقتصادية. برنامج القيمة الوطنية المضافة ينجح في إعادة توجيه أكثر من 41 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في 2021. لمتابعة مشاهدة قنواتنا بتقنية الوضوح الاعتيادي SD والوضوح العالي HD على النايل سات، يرجى إعادة ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على الترددات الجديدة. ولمتابعة قناتي أبوظبي الرياضية 3 وأبوظبي الرياضية 4 بتقنية الوضوح العالي HD على النايل سات، يرجى ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على التردد التالي. والآن إلى الأخبار الاقتصادية في التقرير التالي.
أكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروع 300 مليار حققت نتائج لافتة خلال عامها الأول، خصوصا على صعيد تعزيز ممكنات القطاع الصناعي الإماراتي، وأضاف أن البرنامج نجح في إعادة توجيه نحو 41 مليار و400 مليون درهم خلال العام 2021 إلى الاقتصاد الوطني، ما يعكس قدرة الأسواق في الدولة على تقديم استثمارات عالية القيمة. خلال الاجتماع الوزاري 27 لأوبك والمنتجين المستقلين، وافقت منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة أوبك بلس على الإبقاء على زيادة إنتاج النفط الخام لشهر مايو 2022 بمقدار 432 ألف برميل يومياً. وأوضحت أوبك في بيان صدر عنها أنه عقب اختتام الاجتماع الوزاري لوحظ أن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى سوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية ليست ناجمة عن الأساسيات ولكن من خلال التطورات الجيوسياسية المستمرة. أظهرت الإحصاءات الصادرة عن جمارك دبي ارتفاع صادرات دبي بنسبة 11.3% إلى 10 مليارات و800 مليون درهم في 2021 مقارنة مع 9 مليارات و700 مليون درهم في 2020، وإعادة التصدير بنسبة 10% إلى 7 مليارات و900 مليون درهم مقارنة مع 7 مليارات و200 مليون درهم، والواردات بنسبة 11% إلى 38 مليار و200 مليون درهم مقارنة مع 34 مليار و400 مليون درهم. هذا وبلغت كمية تجارة دبي من المواد الغذائية 14.1 مليون طن خلال العام 2021، وزعت بواقع 9.9 مليون طن واردات و3 ملايين طن صادرات و1.1 مليون طن إعادة تصدير. أعلنت العربية للطيران عن استئناف رحلاتها الموسمية من مطار الشارقة الدولي إلى مدينتي بودروم وأنطاليا في تركيا بدءا من الأول من يوليو المقبل، وتمثل بودروم المدينة الثالثة وأنطاليا المدينة الرابعة في تركيا التي تسير العربية للطيران رحلاتها إليهما بعد إسطنبول وطرابزون. ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالعربية للطيران أو من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء أو وكلاء السفر. مشاهدينا، علوم الدار في كل دار لهذا المساء وصلت إلى نهايتها. شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.